أهلا بكم مشاهدينا، وهذه هي التغطية الحية والمباشرة من قناة سامراء الفضائية. دائما نتكلم بمواضيع تهم المواطن العراقي بالدرجة الأساس، كذلك نسلط الضوء على فئة النازحين، وأيضا دائما نركز على مجريات العمليات العسكرية التي تحصل الآن في الموصل، تحديدا في الساحل الأيمن. أيضا يعني دائما نشيد بحجم الانتصارات التي يقدمها القوات الأمنية والجيش العراقي، وهم يخوضون من أروع المعارك، والانتصارات دائما تلوح في الأفق، وأيضا يخوضون أروع المعارك ضد داعش الإرهابي. ومثل ما تعرفون مشاهدينا، بكل حلقة نتكلم عن آخر الإنجازات للقوات الأمنية العراقية وتحريرها الكثير من المناطق، من مناطق الساحل الأيمن لمدينة الموصل. طبعا حتى نتكلم أكثر وما نضيع الوقت، ويعني نتحدث عن العمليات العسكرية وآخر ما تم تحريره من مناطق من قبل الجيش العراقي والقوات المحررة، ينضم معنا الزميل طلال السيد من غرفة الأخبار. أهلا بك طلال. شكرا وسهلا، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في موجز قصير عن الأحداث في الموصل. نعم. حيث تواصل القطاعات العسكرية تقدمها في الجانب الأيمن من الموصل. نعم. حيث حررت اليوم القطاعات العسكرية منطقة الباب الجديد وقرية الشيخ محمد ومنطقة ومحطة القطار. طبعا هاي بالعمليات المشتركة القوات الاتحادية، الشرطة الاتحادية وقطاعات الجيش، إضافة إلى الحشد الشعبي، إضافة إلى قوات الرد السريع، كل هذه القوات المشتركة. إضافة إلى أنه حررت اليوم أيضا القوات الأمنية منطقة الكورنيش واللي تقع في المنطقة القديمة للموصل والجسر العتيق، والتي تعد مرتكز طبعا التنظيم ونقطة مهمة للتنظيم. حسب مراقبون ومحللون أن هذه المنطقة تشكل رمزا كبيرا للتنظيم، وبفقدها قد التنظيم ينكسر في باقي المناطق في الجانب الأيمن من الموصل. طيب طلال، نعم، يعني هنالك يعني معارك ضارية غرب الموصل أيضا للسيطرة على الجسر القديم. يعني السيد لواء الفريق قراءة شاكر جودة تأكد بأنه العمليات العسكرية مستمرة والانتصارات كذلك مستمرة، ويقابله ضعف وانحسار في صفوف التنظيم الإرهابي. يعني كيف تعلق على هذا الموضوع؟ كذلك يعني هنالك أنباء عن انسحابات كثيرة تحصل داخل عناصر داعش، يعني ما مدى صحة هذا الموضوع يا طلال؟ نعم، الفريق أو الرائد شاكر جودة قائد الشرطة الاتحادية تكلم عن أنه 90% من 80 إلى 90%. نعم. من مساحة الجانب الأيمن تم تحريرها تقريبا. وهذا يعد انكسار طبعا كبير لداعش في أيمن الموصل. إلى ذلك عد مراقبون أن هزيمة التنظيم في الجانب الأيمن باتت قريبة جدا طبعا ضمن المعارك اللي موجودة وتقدم القطاعات العسكرية في المناطق. اليوم أيضا في باب الطوب هناك اقتحامات كانت كبيرة للقوات الأمنية، وقتل قائد ميداني للتنظيم حسب المصادر من هناك. نعم. وفق ما وصل إلى الآن تقريبا إلى غرفة الأخبار في سامراء. طيب طلال، يعني بسبب الإحباط النفسي. نعم. لعناصر داعش الإرهابية، هنالك أنباء اليوم تناقلتها البعض من الوكالات الإخبارية تفيد بأن عناصر التنظيم بدأوا بحرق أنفسهم، يعني ما مدى دقة هذه المعلومات؟ يعني هذه مصادر طبعا، أيضا مصادر أشارت إلى هذا، لحد الآن لم نتأكد من دقة المعلومة، ولكن هي طبعا نتيجة خسائرهم وخسائرهم في المناطق يلجؤون إلى هذه الأساليب طبعا. نعم. حتى لا يسلمون أنفسهم إلى القوات الأمنية. نعم. طيب يعني طلال، ما الوجهة القادمة للجيش العراقي والقوات المحررة بعد تحريرها اليوم الكثير من المناطق، ما هي وجهتها القادمة؟ نعم، تقريبا هي وجهتها القادمة إلى يعني حي 17 تموز. المهم تقريبا عندهم مراقبون أيضا، هذا مهم جدا في حال سيطرة القوات الأمنية تقريبا تسيطر على جميع المناطق الباقية، لأنه يعتبر مرتكز هو لتنظيم داعش. حيث داعش استخدم أساليب طبعا، يستخدم الأساليب في الأزقة والأحياء أساليب بشعة، إضافة إلى استخدام المدنيين هناك كدروع بشرية لعرقلة أو إعاقة تقدم القطاعات العسكرية.
نعم. طيب طلال، يعني لننتقل إلى الوضع الإنساني للنازحين، حدثني عن الوضع النفسي والمعاناة الإنسانية للنازحين داخل المناطق التي يسيطر عليها داعش بحسب المعلومات التي تملكها. نعم، مسألة النازحين وموضوع النازحين طبعا الأوضاع مأساوية جدا، تخرج يوميا بالآلاف من مناطق الجانب الأيمن إلى المخيمات وإلى غيرها. بحسب الأمم المتحدة تقريبا وصل أعداد النازحين إلى اليوم 300 تقريبا نازح منذ بداية انطلاق العمليات في 17 شباط الشهر الماضي. تقريبا طبعا اكو حالات مأساوية جدا، صور مروعة تظهر على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل الأخرى. هناك تقريبا أعداد كبيرة يوميا، 3000 إلى 4000 نازح يخرج من مناطق التماس مع قوات داعش عفوا. طيب يعني طلال، أيضا حدثني عن الوضع الإنساني للنازحين داخل المناطق التي تم تحريرها، هل تم إيصال المواد الغذائية، المساعدات الإغاثية لهم من قبل جهات معنية، من قبل وزارة الهجرة، من قبل محافظة نينوى؟ يعني هل تم الاهتمام بهم بهذه الشريحة المهمة؟ نعم، هناك طبعا تقصير واضح جدا. حي الشهداء الثانية حررت تقريبا من ما يقارب 5 أيام. نعم. لم تصلها المساعدات إلا يوم أمس، وصلت وزارة الهجرة ووزعت مساعدات طبعا ليس بالمستوى المطلوب، ولكن يعني مساعدات عادية جدا كانت. نعم. إضافة إلى ذلك طبعا هناك انتقادات كبيرة من قبل النواب نينوى خاصة والحكومة المحلية في نينوى تجاه يعني من قبل الحكومة، تقول أن الحكومة مقصرة ومقصرة بشكل واضح تجاه النازحين، بالنازحين الأيمن الموصل خصوصا. نعم. يعني هناك أعداد كبيرة لم يتم تقديم المساعدات إلها، ولا يمكن ولا تقديم الخيم، فهي في العراء في هذه الظروف الجوية القاسية. طيب طلال، يعني أيضا كان هنالك أنباء عن أنه المخيمات التي تم تهيئتها للنازحين لا تفي ولا يعني ليست بالمستوى المطلوب، وأيضا أعداد الخيم غير كافية لإيواء النازحين. طبعا هذا تكلم به أعضاء نينوى أيضا، قالوا هناك الخيم لا تكفي لأعداد النازحين الخارجة من أيمن الموصل بشكل يومي 3000 إلى 4000. هناك لا أيضا إضافة إلى ذلك، الحكومة المحلية في نينوى انتقدت طبعا وزارة الهجرة ووزارة الصحة بشكل كبير في تقديم المساعدات للنازحين في أيمن الموصل. طيب يعني ما السبب هذا التقصير الواضح؟ هل هو يعني عدم توفير الدعم الكافي مثلا من قبل الحكومة المركزية للجهات المعنية حتى تتخذ الإجراءات اللازمة في توفير الأمن والأمان للنازحين؟ يعني ما الخلل، أين الخلل اليوم طلال؟ يعني هي الأعداد طبعا الكبيرة التي تخرج يوميا لا يمكن تغطيتها. نعم. أو تقديم المساعدات بشكل يومي بهذه السرعة طبعا. إضافة إلى هناك أيضا وزارة الهجرة طبعا مقصرة بشكل واضح بهذا الاتجاه، لكن هذا لا يعطي عذر طبعا لوزارة الهجرة أو الحكومة بعدم تقديم المساعدات للنازحين في هذه الظروف. طيب طلال، يعني قبل ما نختم يعني هاي النبذة اللي تكلمناها عن النازحين، يعني تعتقد أنه اليوم يعني النازح العراقي داخل مدينة الموصل راضي عن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة المركزية، الجهات المعنية، محافظة نينوى؟ لماذا يعني دائما يشتكي المواطن الموصلي من ضعف الخدمات، من عدم توفير مساعدات كافية برأيك؟ طبعا يعني لا شك هو أيضا غير راضي المواطن النازح من أيمن الموصل أو الأحياء الأخرى، طبعا لأن المساعدة التي تقدم يعني ضئيلة جدا وقليلة، لم تكفي لغرض يعني سد رمقهم اليومي أيضا. فهذا طبعا أكيد راح يشكل عامل أنه غير راضين على المساعدات المقدمة، وحتى على الحكومة هناك سخط كبير من قبل النازحين. نعم. الزميل طلال السيد من غرفة الأخبار، شكرا جزيلا لك. شكرا طلال. شكرا.
إذن مشاهدينا تكلمنا مع زميلنا من غرفة أخبار قناة سامراء الفضائية واللي وفنا بآخر التفاصيل والمستجدات كذلك عن العمليات العسكرية التي تحصل الآن بمدينة الموصل. يعني القوات الأمنية العراقية ماذا حررت وما هي وجهتها القادمة من أيمن الموصل؟ أيضا تكلمنا عن الدور الإنساني للمدنيين داخل المناطق المحاصرين فيها طبعا داخل أيمن الموصل وأيضا داخل المناطق التي تم تحريرها. كان هنالك شكاوى كثيرة من قبل النازحين العراقيين في الموصل، يعني يشكون من قلة الخدمات ويشكون من عدم إيصال المواد الغذائية والإغاثية لهم. مشاهدينا فاصل قصير ولنا عودة. من جديد أهلا بكم مشاهدينا، متواصل معكم وهذه التغطية الحية والمباشرة من قناة سامراء الفضائية. وأيضا نتكلم عن العمليات العسكرية الجارية الآن في أيمن الموصل، حجم الانتصارات دائما اللي يقدمها الجيش العراقي والقوات المحررة. عندنا فيديو إذا جاهز حتى أيضا نشوفه واللي نستعرض به مشاهد جميلة ومؤثرة وهي عن دور القوات الأمنية في مساعدة النازحين وتحرير المناطق، ونشوف اليوم الجندي العراقي القوات المحررة الجهد اللي تبذله بتأمين الأمن والأمان لعوائلنا داخل أيمن الموصل. تعال وينكم يا وليد؟ يا وليد تعال 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 هاونات مال داعش؟ اي والله اي والله، بيوتنا نجمت على راسنا. الله ينصركم ان شاء الله. ان شاء الله راح ياخذوكم للمخيمات وسالمين ان شاء الله. بارك الله فيكم الله يحفظكم. يلا روح اسمع يلا. هذا فضلنا بهاي السياره يا عم. لا اسحب العربانه. يلا اسحب العربانه. إذن مشاهدينا شفنا بهذه المشاهد البعض من الحالات الإنسانية صراحة التي يقف عندها الكلام صامتا، وشفنا أنه الجيش العراقي والقوات الأمنية المحررة تبذل جهد كبير جدا وتبذل مجهود صراحة يعني لا يمكن الاستهانة به من أجل تأمين المناطق وتسهيل نزوح العوائل من داخل المناطق التي يسيطر عليها داعش، كذلك فتح ممرات آمنة لهم. معنا السيد روضان الشاهر الخبير بالشأن الاستراتيجي للحديث أكثر عن أحداث وعن أوضاع الموصل والعمليات العسكرية. سيد روضان مساء الخير.
حياة الله أختي العزيزة وحيا الله قناة سامراء. تحية لك سيد روضان. بداية يعني القوات الأمنية تواصل مجهود جميل وجبار وكبير من أجل تحرير أكبر عدد وأسرع عدد من المناطق، وكذلك من أجل تأمين عودة سريعة للنازحين داخل أيمن الموصل. يعني يقابله أنباء تلوح في الأفق عن ضعف داخل التنظيم الإرهابي وانسحابات. كذلك اليوم بعض الوكالات تناقلت أخبار عن إحراق عناصر داعش لأنفسهم، خصوصا بعد ما رأوا أنه لا مفر من الهروب ولا مفر من مواجهة القوات الأمنية والاستسلام والرضوخ. كيف تعلق؟ أختي العزيزة، بعد أن انطلقت العملية في 19/2 من الشهر الماضي، نعم، كان أبطال القوات المسلحة بمختلف الصنوف بما فيها قوات الحشد الشعبي والرد السريع والفرقة الذهبية وجهاز مكافحة الإرهاب وعمليات الموصل، كانوا يعني أبطال، يعني حتى أن أهالي الموصل عندما يتصلون بنا كانوا يثنون ثناء كبيرا على هذه على هؤلاء الابطال، وخاصه يعني كما نشاهد الان سيد روضان، يعني كما نشاهد الان الدور اللي تقدم القوات الامنيه على الحاله الانسانيه تراهم يعني عباره عن طيور سلام. نعم اختي العزيزه، ابطال القوات المسلحه الان هم في شارع حلب وفي الجسر العتيق، هذه كلها مناطق تحررت، وهناك انباء وصلتني قبل قليل ان هؤلاء الدواعش المجرمين قاموا باحراق مقراتهم، مقر ديوان الجند وديوان الحسبه، وصلوا الى قناعه ان فعلا لا مفر من ابناء القوات المسلحه العراقيين. الامور في الموصل اختي العزيزه، رغم ان الدمار الحاصل هو حاصل من وراء هؤلاء المجرمين اثناء تفخيخ السيارات، تصوري ان سياره مفخخه محمله بالتي ان تي والسي 4 والمواد المتفجره وتنفجر في حي سكني قديم في هذه الاحياء القديمه مثل باب البيض وباب جديد، كلها بيوتات تعود الى 100 سنه من 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 الان. القوات المسلحة في داخل الموصل ومعركة الموصل أثبتت للعالم وللعراقيين أنها معارك يقودها أبطال بمختلف صنوفهم. وأيضا أزف بشارة إلى قناة سامراء أن الآن المحور الغربي الذي يقوده أبطال الحشد الشعبي قد طوقوا مدينة تل أحفر من كل الجهات. أصبح الإرهابيين هم في مأزق وفي دائرة ضيقة لا مفر لهم ولا مجال للعفو عنهم، فسوف يقتلون في قابل الأيام. بعد أسبوع من الآن تنتهي كل الموصل بإذن الله تعالى. طيب يعني سيد روضان، اليوم أيضا كان هنالك تصريح للشرطة الاتحادية وهي اعتمادها آلية النصر البطيء حفاظا على أرواح المدنيين العزل داخل المناطق الغير محررة لحد الآن واللي هي بيد تنظيم داعش الإرهابي. تعتقد أنه اليوم آلية النصر البطيء تصب بمصلحة العوائل المحاصرة بهذا الوقت بالذات؟ أختي العزيزة، بعد أن نشاهد العوائل من على وسائل الإعلام وعندما نتصل بهم عندما يخرجون من داخل مدينة الموصل، رغم كل القصف الذي يعني حصل لهم رغم كل الظروف، ولكن كلهم يقولون والله وكأنه اليوم هي ولادتنا. نعم، بعد استجابة القادة العسكريين واختيار القادة العسكريين لهذه العملية واستجابتهم لنداءات كل دول العالم وللقائد العام للقوات المسلحة على أن يكون المدني هو أولا ومن ثم الخلاص من الدواعش، نعم يمتازون أبناء القوات المسلحة بهذه الطريقة الصحيحة أثناء خوض المعارك. البارحة كنت أشاهد تقريرا أختي العزيزة لإحدى وسائل الإعلام كانت تغطي معارك الموصل، عندما كانت تغطي معارك الموصل كنا نرى أن الدواعش
يضربون على ابناء القوات المسلحه على الفرقه الذهبيه، وكانوا بالامكان ان يقصفوهم بالدبابه البرامز ويقصفونهم بالمدفعيه، ولكن يعلمون يقينا ان هؤلاء المجرمين اتخذوا من المواطنين دروعا بشريه، فكانوا يعالجونهم بطريقه القناص وبطريقه الهاون بعد ان يرصدوا مكان اطلاق النار من قبل الدواعش. نعم، العمليه التي تجري في الموصل اثبتت لكل دول العالم على ان العراقيين هم اشداء على الارهاب، وفي نفس الوقت هم محاماه فيما بينهم فيما المواطنين. طيب، يعني برايك يعني مشاهده داعش للقوات الامنيه العراقيه وهي تحرر المناطق وهي يعني تخلي الكثير من المناطق من الاهالي وتؤمن لهم طريق امن وسهل من اجل يعني هروبهم من داعش، يعني برايك هذه المشاهده هل هي دليل واضح وقاطع على الضعف والانحسار ويعني الاحباط النفسي الذي يصيب التنظيم الارهابي؟ نعم أختي العزيزة، وهذا كان لها تأثير سلبيا على الدواعش في المناطق، في مناطق الساحل الأيسر من الشرقاط وفي مناطق الحويجة، هذه المناطق التي لا زالت غير محررة. يتحدثون الدواعش فيما بينهم عن طريق مصادرنا أنهم مصابين بالإحباط إلى حد لا يوصف، وتزعجهم مثل هذه الصور التي يرون فيها الجندي يحمل الطفل العراقي، والتي يرون فيها الجندي يحمل العجوز الكبيرة التي لا تستطيع على السير أثناء النزوح. هم الآن يعني افتضحوا، وكان انتحار أحد الدواعش يقول هذا وأهم شيء احنا قاتلنا، يعني يريد أن يبرر ويسوق جرائمه ويقول أهم شيء احنا قاتلنا وقاتلنا دول ومعهم أمريكا حتى وإن خسرنا المعركة. هذا دليل على أنهم أصبحوا محبطين وأصبحوا يريدون أن يجدوا لأنفسهم أعذارا حتى يطمئنوا باقي دواعشهم. أختي العزيزة، الآن الدواعش في قاطع عمليات صلاح الدين، وما تبقى من جزيرة ديالى وما تبقى من مناطق الحويجة هم الآن مصابين بالإحباط، ولهذا يقومون بافتعال شيء من الخروقات على خطوط الصف، ولكن سرعان ما يقتلون. ولهذا وصلتني معلومة من الأبطال الموجودين الذين يعطون معلومات في مناطق وجود الدواعش، يقولون أخي أبو العز قام الدواعش بالهجوم على منطقة الخالوقة، وإذا بهم يخسرون خسارة كبيرة من القتلى والجرحى. هم الآن يعانون معاناة نفسية ومعاناة أخلاقية، جاءوا هم في بادئ الأمر باسم الدين يريدون كسب الناس، ولكن سرعان ما انكشفت سيرتهم. وكان كبيرهم الذي علمهم السحر أبو بكر البغدادي عندما أطلق الخطبة في 2014 قال إن عفونا عن أهل السنة، ومن قتل منا ألف ألف سوف نعفو عنه، ولكن سرعان ما غدروا وخانوا، والحمد لله رغم كل الجراحات التي مر بها أبناء الشعب العراقي ومحافظاتنا التي كانت محتلة، ولكن نقول الحمد لله إننا كشفنا هذا التنظيم الإجرامي ووصلنا إلى يقين بما قاله رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن هؤلاء المجرمين انهم كلاب اهل النار. طيب سيد روضان، يعني تعتقد ما هي الوجهه القادمه للقوات المحرره ووجهات المحرره بتحرير ايمن الموصل ومناطق ايمن الموصل، خصوصا بعد تحريرها منطقه الباب الجديد واقترابها من منطقه باب البيض، يعني ما هي الوجهه القادمه للقوات المحرره؟ بعد ان الخلاص من كل الاحياء الموصليه الموجوده في الساحل الايمن، قبل 5 ايام كانت 17 حي فقط، وابطال القوات المسلحه لا يستغرقون وقتا طويلا بتحرير كل حي من الاحياء رغم وجود المدنيين، يعني كانوا اكثر حي يعني يتاخرون فيه الى 4 الى 5 ساعات، فانا اقول لك يا اختي العزيزه لم يبقى من الموصل الا الشيء القليل بعد تحرير شارع حلب والجسر العتيق والكورنيش والمو
المواصل الجديدة هذه المدينة وهذا الحي الكبير أيضا عاد إلى حضن الوطن، وتطويق تل الأحفر، وبعد تحرير السادة، منطقة السادة وشارع المشاهدة وخزرج وشارع فاروق وباب الطوب، يعني لم يبقى من الموصل إلا شيء القليل، وخاصة أن أبطال القوات المسلحة حرروا دادوش وحرروا القرى القريبة من دادوش هذه أيضا، وكذلك الكسك أصبحت مرمى على مرمى هدف من أبناء القوات المسلحة. الموصل سوف تنتصر أختي العزيزة في هذه الأيام القليلة جدا، وسوف تكون وجهة أبناء القوات المسلحة لتحرير الساحل أيسر الشرقاط وكذلك الحويدة، هذه المناطق التي أجزم، وأنا من خلال قناة سامراء أن ساحل أيسر الشرقاط لم يتأخر يومين، وإن الحويدة رغم الرقعة الجغرافية الموجودة أيضا لا تتأخر 4 إلى 5 أيام لكون الدواعش المعتقلين مستنزفين ومرعوبين وعندهم من الخوف ما لا يعلم به إلا الله عز وجل. سيد روضان، يعني لننتقل إلى محور مهم أيضا وهو النازحين. طيب سيد روضان، إذا كنت تسمعني، يعني لننتقل إلى محور مهم أيضا وهو العوائل إلى قاعدة الأسد، رغم أن بعض وسائل الإعلام تنفي، ولكن أنا أجزم أن العالم أصبح على يقين على أن هذا التنظيم إرهابي عالمي ويهدد العراق ويهدد سوريا ويهدد تركيا ويهدد كل العالم، ولهذا العالم وصل إلى قناعة على أنه يجب مساعدة العراق في هذه الحرب الضروس التي أعطى فيها العراقيين دماء، والتي أوصل فيها العراقيين رسالة إلى كل دول العالم على أن الجند العراقي هو في الميدان لا يخشى كل هذه التنظيمات الإرهابية المجرمة. سيد روضان، يعني أيضا يعني بسياق هذا الكلام، ودعنا ننتقل إلى محور مهم أيضا وهو الجانب الإنساني للمدنيين المحاصرين والنازحين بمخيمات النزوح. الكثير منهم شكوا من النازحين من ضعف الخدمات والمساعدات الإغاثية وتقصير واضح من قبل الجهات المعنية. يعني كيف تعلق على موضوع تقصير يعني محافظة نينوى، الحكومة المركزية، وزارة الهجرة، يعني وخصوصا الكثير من النازحين يناشدون الجهات المعنية ولا استجابة لمطالبهم؟ أختي العزيزة، التقصير من قبل وزارة الهجرة والمهجرين وكذلك محافظة الموصل وكذلك الحكومة المركزية هو ضعف الإدارة لإدارة الأزمة. نحن أختي العزيزة بلد غني وعندنا من الأموال رغم يعني الأزمة الاقتصادية، ولكن نحن واردنا من النفط بالقليل أخت العزيزة 50 مليار دولار أمريكي، وعندما سمعنا أن الأمم المتحدة قامت بإعطاء 1.5 مليار دولار أمريكي هو للنازحين، مع الأسف حتى الأمم المتحدة الموجودة في داخل العراق أيضا الإدارة عندها ضعيفة وهناك شيء من الصرف لهذه الأموال. عندما شاهدت تقريرا أن الأمم المتحدة صرفت أكثر من 400 مليون دولار أمريكي لموظفيها، وهذا مبلغ يعني خيالي جدا، يعني قياسا هم 200 موظف هذه المبالغ طائلة بس للإداريات، فما بالك خلنا نقول للمواد التي يشترونها من الأسواق. تنقصهم الإدارة لهذه الأزمة الحكومة العراقية، ولهذا البرلمان العراقي البارحة استضاف السيد وزير الهجرة والمهجرين ومحافظ الموصل ووزير الكهرباء أيضا كان موجود في الاجتماع. تنقص هذا البلد الإدارة فقط، أما كمقاتلين أشداء لخوض المعارك ضد أي من يهدد أمن العراق وسيادة العراق فالعراقيين لهم بالمرصاد. نعم السيد روضان الجبوري الخبير بالشأن الاستراتيجي، شكرا جزيلا لك ولكل هذه المعلومات اللي قدمتها، وإحنا دائما يعني نقول ونشيد ونؤكد على الدور الذي تقوم به القوات المحررة داخل أيمن الموصل وكل المناطق التي تسعى إلى تحريرها، ونشيد بحجم الانتصارات اللي تقدمها، وأيضا نثني على دور الجندي العراقي كما شاهدنا يعني هذه المشاهد قبل قليل وهو يحمل طفلة ويحمل الشيخ الكبير ويؤمن طريق إلى الامرأة الموصلية.
إذا لنشاهد هذه المقاطع الجميلة ولنا عودة. أحسن معاملة عملونا الشرطة الاتحادية. تستاهلون. مبارك بالشرطة الاتحادية الذي ما قصروا معانا، وهذا فخر، وهذا فخر لهم. الشهادة اللي الله أقولها ما خلوا قصر، والله لا مع طفل، لا مع شايب، لا مع إبراهيم، أبد ما خلوا قصر. وصلونا الربع هذولا الشباب، وصلونا بالسيارة. الحمد لله على السلامة. هسه الاتحادية إن شاء الله راح يأخذوكم، يودوكم المكان أمين. الشهادة اللي الله أقولها ما خلوا قصر، والله لا مع طفل، لا مع شايب، لا مع إبراهيم، أبد. الحمد لله على السلامة حجية. إذن مشاهدينا، كما رأينا هذه المشاهد الجميلة والمؤثرة جدا، وهي سعي القوات الأمنية والجندي العراقي والجيش العراقي على يعني تأمين عودة يعني آمنة للنازحين العراقيين، لأهاليهم في الموصل، كذلك يعني تقديم المساعدة بأكبر قدر ممكن خلال حمل الشيخ الكبير والفتاة الصغيرة وتأمين ممر آمن لنساء الموصل. بالتأكيد نحن نثني ونشكر القوات المحررة على الدور اللي تقدمه، ودائما نكرر ونقول كل شخص يحاول يعني الإساءة إلى الجيش العراقي أو القوات المحررة ويحاول أن ينقل صورة معاكسة عن الدور اللي تقدمه القوات العراقية، هذه المشاهد كانت خير دليل على الأكاذيب التي يعني يدعون بها والكلام الذي يقولونه، وهو أنه الجيش العراقي لا يساعد العوائل ولا يحمي العوائل. هذا الفيديو وهذه المشاهد كانت خير دليل على دور اللي قدمه الجندي العراقي، وهو يقدم المساعدة قدر الإمكان من أجل يعني تأمين طريق آمن ووصولهم إلى المخيمات بطريقة آمنة. إذن مشاهدينا، بهذا وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم. طبعا شكر موصول للسيد روضان الجبوري وأيضا لطلال السيد زميلنا من غرفة الأخبار، غرفة أخبار قناة سامراء الفضائية، وشكر موصول لكم مشاهدينا. تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، شكرا لكم وإلى اللقاء.